السلام عليكم إخواني، كي دايرين؟ بخير. هذه واحد الطريقة فيها تقريبا 4 طرق ولا 3، اللي على بالكم دايرين 3 طرق، اللي بالنسبة للفيتري إلكتريك، بالنسبة للدراري اللي كيكون عندهم بوطون دجاج، بوطون ديال الفيتري إلكتريك كيخدم كيخرج سينيال د ماس، أو كيخرج سينيال د بليس، أو كيخرج سينيال د ماس هاك وسينيال د بليس هاك. باش مرات كتلقى هذا المشكل، هذا مع كتلقى إشكالية في البرونشمون. جبت لكم هذا البرونشمون هذه بليرولي ديال 5 فيش، بليرولي 5 فيش. البرونشمون هذه نوريها لكم. الطريقة غادي نبدا لكم بالطريقة الأولى، اللي هي غادي نخدمو بلي ماس. غادي نسيو نطلعو بلي ماس ونهودو بلي ماس، نهودو بخيط ونطلعو بخيط. هي الأولى، هذه الطريقة الأولى، نهودو ونطلعوا. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية، الطريقة اللي كان غنديروا لها برونشمون غادي نوريه لكم. الطريقة اللي هي سهلة باش ما تبقاش تدوخوا، غادي نقلبوا دابا حنا البرونشمون هنا، غادي نقلبوا هذا البرونشمون كاملة، غاتقلب غير هنايا في المثال. هادو اللي عندنا فيه في الموان غادي نردوهم في البليس، واللي عندنا في البليس غادي نردوهم في الموان. قلبهم لنا، عرفت لك الجوج هرم لنا هكذا. بغيت نذكرها، كنطلعوا بالفليس وكنهود وكنهودوا بال... اه كنطلعوا بالموان وهودوا بالموان. دابا غادي نهودوا بالموان ونطلعوا بالفليس. حنا غادي نهودوها، نهودناها بالفليس ونطلعوها بالفليس بالطريقة الثانية هكذا هكذا. الطريقة الثالثة اللي هي غادي نوليو غادي نطلعو بالبليس أو بموان، خيط بليس أو خيط موان. الثالثة، الطريقة الثالثة اللي هي دابا عندنا هنا جوج خيوط، هنا عندنا 4. دابا غادي نحولو خيط من هاد الرولي هذا اللي غادي نجيبو هنا باش يوليو عندنا 3 في 3، باش غادي يولي يخدم لنا عندنا ببليس أو بماس. تطلع لنا بليس أو بماس. غادي نجيبو خيط هذا بالضبط، هذا شي ما عقلوا عليه. غادي نوريه لكم هنا، غادي نردو 85 او 86. 86 غادي نجيبوه لهنا للبليس، نجيبوه للبليس لهنايا. غادي نديرو في البليس هكذا، لاحظ اخويا هنا نديرو في البليس. وغادي نجيو دابا هنا، حنا نديرو هذا بليس، ولكن هنا ما يطلع ما يهبط هكا، ولكن الا درناه في الماس ها هو هابط. واخا انا نديرو هنا في المثال هذا اللي كيخدم بالبليس، راه ما كاين لا كود سيركوي لا والو، ولكن اللي درناه هنا ها هو كيطلع. هذه هي الطريقة الثالثة.